طبعا هذا في المتقدمين. في المتأخرين الآن زماننا هذا هناك من يتآمر على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية بشكل آخر، منهم من يعزل السنة النبوية إطلاقا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا مبينا لما في كتاب الله ولا يشرع. طبعا هناك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأوامر ونهى عن نواهي، لو التزمها الناس لحملتهم على شرع الله ومنهاجه القويم الأقوم. هم ما يريدوا يلتزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أقصوها عن ميدان التشريع وقالوا السنة لا تشرع وإنما تبين فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مبينا ولم يكن مشرعا، التشريع في القرآن فقط، وأما السنة فتبين ولا تشرع. كلام عجيب جدا. طيب ماذا يقول هؤلاء في قول الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ هذه الآية واضحة جدا في أن النبي يشرع. كيف؟ لما كان الله تعالى في كتابه مشرعا قال الله وأطيعوا الله، ولما كان النبي مشرعا أفرده بالأمر بالطاعة فقال وأطيعوا الرسول. وأولي الأمر ليس لهم تشريع مستقل، ولذلك إيش قال؟ وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم. لما؟ لأن طاعة أولي الأمر تبع لطاعة الله ورسوله. بعض الزنادقة الآن يقول لك لا، السنة لا تشرع، تبين بس، السنة تبين. لا، السنة تشرع، النبي صلى الله عليه وسلم مشرع بإذن الله. وجاءك بعض الناس يريدون أن يتقولوا في الدين بأهوائهم، وأنا هذا الكلام هذا خاصة أوجهه للشباب المرتادين لشبكات المعلومات، شبكات المسمى بالإنترنت، وأيضا الآن الواتساب وغيرها. هؤلاء الشباب أود أن أقول الفكرة هذه يروج لها بعض الناس، يقول العلماء هذه كهنوت. العلماء ذي ليش ذي العلماء؟ ليش مخلين علماء واسطة بيننا وبين القرآن والسنة؟ أنت عندك عقل وشغلة، عجيب، عندك عقل وشغلة. هاي شغلة، نعم، يوم تعطى مزرعة تهيس فيها، شغل عقلك هناك مزرعة وهيس وقرز. أما في شرع الله سبحانه وتعالى فماشي حاجة تشغل عقلك في مزرعتك، مسموح لك حتى لو تستوي ثور هياسة، مش مشكلة عندنا. لكن دين ربي سبحانه وتعالى، الله هو الذي يحدد من المخول له في الكلام فيه. الله هو الذي قال أطيعوا الله فالله يشرع، أطيعوا الرسول الرسول يشرع، وأولي الأمر منكم أي أولي الأمر لهم طاعة لأنهم أهل الفهم عن الله ورسوله. ولو كان الفهم لكل أحد لما خص الله أولي الأمر بالطاعة. فهمت ذي؟ لو كان كل حد، كل من دب ودرج له أن يتكلم في شرع الله لما خص الله أولي الأمر اللي هم العلماء، لما خصهم بالذكر والطاعة. أيضا الله يقول ولو ردوه إلى الرسول، وبعد وإلى من؟ وإلى أولي العقل. لا، أولي العقل يمكن، لأنهم يقول إحنا بعقلنا، كل واحد عنده عقل يهيسبه، اللي عنده عقل يشغله، ما كذا؟ الله إيش قال؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لكن هؤلاء يريدون أن ينحى العلماء، العلماء خلوهم في صوب واتركوا لنا الدين كذا، وتعال جابوا الآن خذ لك الدين. هم لما طبقوا هذه القاعدة عليهم بعضهم فسق من الدين ومرق، هم لما طبقوها على أنفسهم صاروا عبرة للناس وعظة للمتعظين. هم لما طبقوا هذه، ما واحد داخل دار الموسيقى هذه وعجبتنا، قال واستمتعت كثيرا بهذا، استمتع كثير الشيخ، وايد عاجبني أنا،
هو هذا من ضمن دعاة إسقاط العلماء، وأن ينتزع الدليل من مصدر القرآن. دخل وقال أعجبتني الموسيقى وذكرتني بأيام الأيام الخوالي، بأيام الكبار، يعني أم كلثوم ورباعتها الكبار. عجيب جدا حقيقة. إسقاط العلماء يعني أن يكون الناس هاملا هامجا. واضح هذه؟ العلماء هم أقمار الدجنة. إذا ما ذهب العلماء وقع الناس في الظلمة. وهؤلاء تآمروا على شرع الله، قال لك العلماء خلهم صوب وكل واحد عنده عقل يشغل. كيف يعني شغل؟ كل واحد عنده عقل شغل. كنتوا حتى من غير العلماء تعرفوا تقرأ القرآن؟ صدقني من غير العلماء هذا القرآن لو جيت شغل عقلك فيه من غير العلماء لن تستطيع. أكبر خريج جامعة إذا لم يتلقى العلم من في شيخ لا يستطيع أن يقرأ القرآن. الآن أبرهن لكم برهن. مثلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم كيف تكتب؟ ألف لام ميم. وأول بقرة وآل عمران ألف لام ميم، ذلك الكتاب. تكتب بنفس الطريقة التي تكتب بها ألف لام ميم في البقرة، تكتب بنفس الطريقة التي تكتب بها ألم، أليس كذلك؟ وجيت واحد بروفيسور أكبر شهادة وجيبها فرقتين، أنا في نيتي إن وحدة منهن ألف لام ميم ووحدة ألم، وأعطيه الورقة وأقول له ما الذي عانيته بألف لام ميم؟ أين وحدة ألف لام ميم والثاني ألم؟ يلا خبرني. كان تشاطر، وإذا كنت فحلا وابن فحل، بسم الله. هات يستطيع؟ محال، إلا على يد شيخ. فهذه وحدها تعلمنا أن الشرع يتلقى تلقيا. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله أميا لا يقرأ ولا يكتب ليكون معلما، يتلقى الشرع تلقيا. لما يسألوا عن مسألة يعرفه يقول لا أدري حتى أسأل جبريل، وجبريل يقول لا أدري حتى أسأل رب العزة، أليس كذلك؟ كان صلى الله عليه وسلم يلقى، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم. فالله تعالى هو الذي يلقيه القرآن عن طريق الوحي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أحيانا بعض الأشياء لا يمكن أن يقرأها الأمي. مثلا هي كاف ها يا عين صاد، محال أبدا، هذه عصا. عين صاد ألف مقصورة، هذه أنا طبيعي من السهولة أن أقولها لأني أقرأ وأكتب، لكن عصا يمكن أن أقولها أنا ويقولها من لا يقرأ ويكتب، صح ولا لا؟ عصا يمكن أن يقولها العام والمتعلم، لكن الفرق بين العام والمتعلم أن المتعلم يستطيع أن ينطق حروف الاسم ومسمى الحرف، مسمى الحروف وأسماء الحروف يستطيع أن ينطق بها. أما العامي فإنه يستطيع أن ينطق بمسميات الحروف ولا يستطيع أن ينطق أسماءها. يعني العامي يقول لك باب، لكن مستحيل أن يقول لك الأمي باب باء ألف باء، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ولا ما لكم لا تنطقون؟ إذا ما واضح نعيد ولو إلى الفجر، ما شيء كان. الأمي يستطيع أن يقول باب، لكن هل يستطيع أن يقول باب باء ألف باء؟ ما يستطيع. لكن لو جاءك جدك الذي لا يقرأ ولا يكتب وقال لك باب باء ألف باء، إيش تقول له؟ من أنبأك هذا؟ صح ولا لا؟ لأنك ما يمكن أن يكون هو يعرف من نفسه، لابد أن يكون تلقنها تلقنا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يجح المشركين وهو ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه ويقولهم كاف ها يا عين صاد، يقولوا من أنبأك هذا؟ إذن الدين هذا بتلقين،
الدين ذا بتلقين، الدين ذا يلقن تلقينا. ما يجيك واحد يقولك بعقلي. الشيخ السالمي رحمه الله له في العقد الثمين جواب طويل جدا أحيلكم إليه في العقد، في العقد الجزء الأول. سألوه عن الذكي اللي عنده عقل وذكاء وفهم والمعية ونبوغ، هل له أن يقول في الدين برأيه؟ أطال الجواب في ذي المسألة. قال لا، من قال لك إني أحق له؟ هذا وإن كان ذكي وفاهم ونابغة، أيعرف الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه والعام من الخاص؟